النادي الاهلي سباق في كل شيء من يوم ما فتح لحد النهارده. في كل شيء النادي الاهلي سباق. طيب استاذ كامل، اجابه نعم ام لا، هل الاهلي مخترق؟ مخترق ازاي؟ يعني ايه؟ لا معلش، لا ما انا برضو عشان اجاوب لازم عشان أفهم. سريع يا فندم. ايوه عشان لو انت عاوز كلمه ونص يبقى لا، لكن ما هو برضو كلام عشان سريع. طب كلمه اخيره للجماعه المومية يا فندم. جماعه المومية انا طبعا بطلب منهم انهم لازم يتواجدوا، الكلام ده بقوله في كل حته، لازم يتواجدوا، يتواجدوا بكثافه، ده حقهم الاصيل، لان في الاخر اي قرار بيأثر عليهم، فلازم يتواجد ولازم يبقى داخل حاطط نصب عينيه ان هو جاي ينتخب ليه؟ لمصلحه النادي الاهلي، فلازم يحلل الموقف كويس قوي، يعرف الراجل اللي هيجيبه ده جايبه لمصلحه النادي الاهلي ولا جايبه عشان واحد موصيه عليه ولا قريب مش عارف مين ولا حبيب مين، فلازم يفكر كويس قوي ان ده القرار هيأثر عليه هو بعد كده. بس. تاني عشان ارجع للي قاله فاروق، يعني كيف ترى كلمة مخترق أصلا، يعني أو التعبير نفسه، يعني أنا عايز أفهمه. ما أنا أنا نفسي عايز أفهمه. ما في كلام كبير يتقال كده ما تعرفش ترد عليه. فمخترق دي منهم، يعني إيه مخترق؟ يعني إيه؟ ما أنا مش فاهم مخترق من مين، يعني يهود ولا من إيه ولا إيه بالظبط؟ أنا عايز أفهم مخترق إزاي؟ يعني إيه الدليل إنه مخترق؟ يعني أو ايه الشكل اللي بيظهر فتقول اه ده مخترق؟ النجاحات الكتيره دي تدل على انكم مخترقين؟ طب انا اسالك سؤال. اتفضل يا فندم. هل حد سمع حاجه عن موضوع الاستاد لغايه الاسبوع اللي فات؟ ابدا. محدش يعرف حاجه. انت عارف الاستاد ده؟ انا سافرت مرتين المانيا. المهندس محمود سافر مره فرنسا. الدراسات دي بقى لها اكتر تقريبا سنتين شغالين فيها. ما حدش عارف حاجه. يا له من اختراق، يا له من اختراق، ولا اسرار الفريق الاول فيها كره القدم ولا اي شيء بيظهر للناس. يا له من اختراق بالظبط. الكلام بالظبط كده. فانا في الاخر ملوش منطق بالظبط. تيجي تقول لي مخترق؟ يا له. عرفت؟ نورتنا يا فندم. انا المتشكر جدا واسف وجعت دماغكم. بالعكس، ده انت اسعدتنا يا فندم. لا الله يخليك، متشكر جدا، متشكر جدا. دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة مع وزير المالية للنادي الأهلي، وزي ما أنا قلت في البداية أحد أنجح اثنين تولوا هذا المنصب، محمد بيه عبده والأستاذ كامل زاهر. لكم منا كل التحية، أنا وزميلي اللي سعدت بيه طوال الأيام الماضية الكابتن محمد فاروق. شرف لي يا فندم فعلا. ربنا يخليك. تعلمت من حضرتك كتير، ويعني برضو كنا نتمنى إن احنا نستضيف القائمة الأخرى للكابتن محمود الخطيب. برنامج الأهلي ينتخب لكل الأهلاوية، كنا عايزين نقول لكل الناس ونخلي كل الناس تشرح برامجها، ولكن ربنا يولي من يصلح، والقادم بإذن الله يكون أفضل للنادي الأهلي. دائما وأبدا الأهلي فوق الجميع. ننتظركم، ولسه عندنا تغطيات مهمة جدا في اليومين القادمين، والأهلي ينتخب على قناة النادي الأهلي. يوم الخميس إن شاء الله حصري عندنا الانتخابات إن شاء الله، وتسمعوا النتيجة من عندنا، وبإذن الله رب العالمين نكون إحنا أول من يبشر بمن يريد البشرى والنجاح للنادي الأهلي. السلام عليكم.